أحسن الله إليكم. محمد صلاح الدين عبد الله يقول: ما هو وقت أذكار المساء؟ هل هو بعد العصر أم بعد المغرب؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي، هل المقصود بعد العصر أم المغرب؟ أذكار المساء تقال إذا دخل المساء، والمساء يبدأ من زوال الشمس دخل وقت الظهر. فإن جاء بالذكر وقت الظهر بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كله من المساء. نعم.